إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الأخوة الكرام، هذه المحاضرة أو هذا اللقاء الذي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يجعله لقاء خير وإيمان وصلاح وصلة بالله تبارك وتعالى، وبعد عن الشرور وأسبابها ووسائلها. عنوان هذه المحاضرة معاشر الإخوة الكرام هو قول الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا كلام رب العالمين، أنزله الله تبارك وتعالى وحيا يتلى على عباده، أنزله تبارك وتعالى قضاء قضاه جل وعلا أن الساحر مهما كان سحره ومهما كان تعاطيه للسحر وتعامله به لا يفلح، حيث أتى أينما توجه وأينما حل وفي أي مكان نزل وبأي سحر تعامل، الساحر لا يفلح حيث أتى. هذا أمر قضاه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. ولهذا أيها الإخوة، كان من المناسب أن يكون عنوان الحديث عن السحر والتحذير من أخطاره ومن أضراره وعواقبه السيئة والوخيمة على أهله في الدنيا والآخرة، كان من المناسب عنوانا لهذا الموضوع العظيم هو قول رب العالمين: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وينبغي معاشر المؤمنين أن تكون هذه الآية قاعدة ثابتة في قلوبنا وأمرا راسخا في نفوسنا نؤمن به ونعتقد أنه كلام ربنا جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون هذه الآية الكريمة مستقرة في قلوبنا، نؤمن بها ونعتقد ما دلت عليه. وقبل الدخول بشيء من التفصيل في معاني هذه الآية ودلالاتها ومضامينها العظيمة، لعل من الحسن أن نقف على السياق المبارك الذي وردت فيه هذه الآية العظيمة، وذكر فيه رب العالمين هذا القضاء: لا يفلح الساحر حيث أتى. والآية
كما تعلمون جاءت في سياق مبارك في سورة طه في ذكر مواجهة عجيبة ومنازلة عظيمة كانت بين إمام هدى وإمام طغيان، بين موسى عليه السلام نبي الله وصفيه وكليمه عليه الصلاة والسلام وسلامه، وبين فرعون الطاغية، فرعون الذي ادعى أنه رب العالمين وقال للناس ما علمت لكم من إله غير، فذكر الله سبحانه وتعالى المواجهة التي كانت بين موسى وفرعون، وهي مواجهة عجيبة عجيبة ينبغي علينا أن نقف عندها متأملين متدبرين. ولك أن تتأمل في وضع موسى عليه السلام وحاله عندما يأمره رب العالمين جل وعلا قائلا له اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يذهب ومعه وزير من أهله، معه أخوه هارون إلى بيت هذا الطاغية، لأجل ماذا؟ لدعوته إلى الإيمان، لتحذيره من الطغيان، لتذكيره بمن خلقه وأوجده من العدم، لدعوته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لإقامة الحجة عليه وإيضاح البرهان. فيتقدم موسى عليه السلام ممتثلا أمر ربه ويتجه إلى مكان هذا الطاغية مستعينا بالله متوكلا عليه طالبا مده وعونه، وهو يعلم أن ربه تبارك وتعالى معه، إنني معكما أسمع وأرى لا تخاف. فيذهب بثبات إيمان وقوة عقيدة وحسن صلة بالله تبارك وتعالى وتمام توكل عليه، وتبدأ مواجهة بينه وبين هذا الطاغية، ويدعوه إلى الإيمان بالله، ويدعوه إلى الإيمان بالله، ويقول له فرعون وما رب العالمين، يقول ما علمت لكم من إله غيري. فيأتي موسى عليه السلام له بالحجة تلو الحجة وبالبرهان تلو البرهان، أقام حججا بينات وبراهين قاطعات ودلائل واضحات على مثلها يؤمن البشر، أوضحها واستبانت وظهرت وضوح الشمس. ولكن فرعون أبى إلا العناد والاستكبار. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه آياتنا كلها، آيات أفقية وآيات نفسية وآيات عقلية، آيات واضحة تمام الوضوح، بين تمام البيان. والنتيجة في حاله أنه كذب وأبى، كذب وأبى مستكبرا ومعاندا، لا أنه لم يتضح له الأمر ولم تستبين له الحقيقة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وجحدوا بها
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا يقول الله عز وجل فيما حكاه وذكره عن نبيه موسى قال لقد علمت، موسى يقول لفرعون لقد علمت، أي في قرارة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول أنت تعلم في قرارة نفسك، لكنه كذب وأبى، امتنع ظلما وعلوا، تكبرا وعنادا، ليس جهلا أو عدم معرفة على وجه العناد. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ثم مع تكذيبه وإذائه وجحوده وعناده أخذ يسلك مسلك الاستخفاف بقومه، استخف قومه فأطاعوه، فأخذ يسلك مسلك الاستخفاف بقومه ويذكر كلاما يلمس فيه أمرا يؤثر في قلوبهم. فماذا قال؟ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وانتبه هنا إلى هذا المكر العجيب والخبث والدهاء، جئت لتخرجنا من أرضنا، يلمس هنا أمرا يؤثر في قلوب الناس. من الذي يرضى أن يخرج من وطنه الذي نشأ فيه وعاش فيه وترعرع فيه وولد فيه؟ فصور لهم القضية أن هذا الرجل لم يأتي يحمل حقا، يحمل هدى، يحمل دعوة خير، وإنما حقيقة هذا الرجل صورها لهم أنه جاء ليخرجهم من الأرض. وهذا أمر تأباه نفوسهم ولا ترضى. فصور لهم الأمر بهذا القالب وبهذه الصورة، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وأيضا صور لهم أن كلام موسى نوع من السحر، كلامه نوع من السحر وحديثه نوع من السحر. فصور لهم هذا الأمر حتى يتناقله الناس ويعيشون في هذا التصور. ثم قال فلنأتينك بسحر مثله، هذا السحر الذي جئتنا به يسير بقوله بسحرك إلى العصا التي يحملها معه ويده التي جعلهما الله سبحانه وتعالى برهانان منه سبحانه على صدق ما يدعو إليه، وهو أن العصا التي كانت في يده إذا ألقاها بقدرة الله تبارك وتعالى تتحول حقيقة من عصا جماد إلى حيوان ثعبان، حقيقة تتحول هذه العصا إلى كائن حي ثعبان، وتتحرك حركة الثعبان وتتحول حقيقة إلى ثعبان. والآية الثانية إذا ضم يده إلى جيبه وأخرجها تخرج بيضاء بياض ناصع ساطع، برهانان من الله سبحانه وتعالى، حجة واضحة. فصور فرعون هذا الأمر لقومه أنه سحر، وقال فلنأتينك بالسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، حدد لنا موعد. فرعون يقول موسى حدد لنا موعد ونأتي بسحرتنا وننازلون، فعندنا سحر مثل هذا السحر الذي جئت به مكانا سوى، أي مكانا نستوي نحن وأنت في العلم به، مكان محدد بين معلوم نعرفه
نحن وتعرفه أنت، هذا قول. وقيل مكانا سوى أي مكانا مستويا منبسطا، بحيث كل ما يحدث فيه من أمر أو من شيء يراه الجميع، فحدد لنا موعد نجتمع فيه. فألهم الله عز وجل نبيه موسى فقال قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم يوم الزينة يعني يوم العيد، اليوم الذي كانوا يتخذونه عيد، موعدكم يوم الزينة. واختار يوم العيد لأن الناس كلهم يتخلون عن أشغالهم أعمالهم مصالحهم، هذا الكل متفرغ متهيئ. وأن يحشر الناس ضحى ما قال في الليل، وإنما في الضحى أي في وضح النهار. لماذا؟ لأن الذي عنده ماذا؟ آيات بينات واضحات. أما السحرة فعملهم في متى؟ يقول ابن القيم رحمه الله سلطان السحر لا يبرز إلا في الليل، سلطان السحر لا يبرز إلا في الليل. وإذا عمل الساحر في النهار يختار غرفة مظلمة ويشعل دخانا وبخورا حتى تعتم الغرفة ويعم فيها الظلام، ثم يبدأ يعمل في ظلام. إن عمل في النهار اختار غرفة مظلمة وشغل أدخنة وأبصرة حتى يظلم المكان، فيعمل في مثل هذه المواضع. موسى عليه السلام اختار لهم يوم الزينة اليوم الذي يجتمعون فيه، واختار لهم أيضا ماذا؟ وقت الضحى. قالوا أن يحشر الناس، وأن يحشر الناس يؤكد على هذه القضية ماذا؟ أن يجمع الناس، يحدد المكان ويوم العيد الكل ما عنده عمل ويجتمعون في هذا اليوم. وأن يحشر الناس ضحى، الناس صغار كبار نساء رجال أطفال، أن يحشر الناس ضحى يأتوا في هذا الوقت. اتفقوا على هذا الأمر وحددوا الموعد، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. أرسل فرعون في المدائن حاشرين وطلب منهم أن لا يأتوه إلا بكل ساحر عليم، عنده علم في السحر وفهم ومعرفة وخبرة، فطلب من أعوانه وأنصاره وجنوده أن ينتشروا في الآفاق ويجمعوا له كل ساحر عليم. بعض المفسرين ذكر والله أعلم بصحة هذا الخبر أن السحرة الذين جمعوا في ذلك اليوم يزيدون على 30,000، يزيدون على 30,000، وكلهم اختيروا اختيارا، لأن قال لهم بكل ساحر عليم، ما قال أي ساحر أو أي شخص، وإنما طلب الساحر العليم بالسحر، وعليم صيغة مبالغة من عالم، فأراد أشخاصا لهم خبرة وجربة ومعرفة. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. جاء اليوم المحدد واجتمع السحرة، اجتمع السحرة وهم يطلبون في هذا الاجتماع أمرين. الأمر الأول يطلبون الأجر المال، وهذا هو مطمع السحرة عموما، جمع أموال وأكل لأموال الناس البعض. ولهذا لما جاءوا وصلوا قالوا أين لنا أجرا، أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فهم يريدون المال، وهذا مطمع السحرة أو من المطامع البارزة عندهم. والأمر الثاني الجاه والمكان عند فرعون، وإنكم إذن لمن المقربين أي مقربين عنده. فاجتمع السحرة، اجتمعوا في الميدان، اجتمعوا في الميدان أعداد مهيلة من السحرة اجتمعوا. وموسى عليه السلام وحده يتقدم لي
منازلة هؤلاء في هذا الميدان، ويتقدم إلى الساحة ليس معه إلا عصاه، لكنه يتقدم تقدم الرجل المؤمن بالله الواثق به المعتقد أن النصر من عند الله والحفظ من عند الله والتوفيق بيد الله، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله له كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء كتبه الله عليه. فدخل بثبات الإيمان وقوة العقيدة وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى، وأمامه هؤلاء السحرة، وجاء الميدان وبدأ النزال بين موسى وبين هؤلاء الألوف من السحرة المستمعين، وهم من عتاة السحرة وخبرائهم وأكثرهم خبرة ومعرفة وجربة في السحر، فيتقدم والناس جموع يتصدرهم أو يتزعمهم فرعون وعلى يمينه وزراءه وأعوانه والناس من حوله، جمع الناس، وأيضا لما جمع الناس همسوا لهم كلمة، همسوا كلمة ربما يحتاجونها إلى وقت معين، ماذا قالوا لهم؟ لعلنا نتبع ماذا؟ الغالب، لعلنا نتبع الغالب، قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني الإنصاف أن يقال ماذا؟ نتبع الغالب، نتبع الغالب الذي يغلب نتبع، يعني النزال الآن حتى ينظر. فأيضا رموا هذه الكلمة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. انظر مكر أساطين الضلال وعتاولة الباطل، وكيف أنهم يعبثون بعقول الدوخة والعوام والجهلة ويسيرونهم طوع ما يشتهون ووفق ما يريدون. تقدم موسى عليه السلام إلى الساحة وبدأ النزال، بدأ النزال بموعظة تهز الجبال، بدأ النزال بموعظة تهز الجبال. قال لهم موسى ويلكم، انظر لماذا بدأ، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. سلام قوي جدا، يهز الجبال، موعظة تذكير والذكرى تؤثر وتنفع وتفيد. أولئك جاءوا وأخبروا بأنهم سينازلون من؟ ساحر، أخبروا بأنهم سينازلون ساحر، والكلام الذي سمعوه ليس كلام ساحر، صاحب السحر يعرف كلام السحرة، صاحب السحر يعرف كلام السحرة، ومن تعاطى السحر أو جالس سحرة أو نحو ذلك يعرف كلامهم. أما هذه الموهبة هذه ما يقولها السحر، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، هذا كلام لا يقوله السحر. وهم جاءوا يتصورون أنهم جاءوا لمنازلة ساحر عريق السحر متمكن فيه قوي، هذا الكلام الذي سمعوه حرفوا في قرارة نفوس أنه ليس كلام ماذا؟ ساحر. ولهذا الصف المجتمع للنزال تخلخل بعد الموعظة، قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم، وجد بينهم نزال. لا الله أعلم أن النزاع الذي وجد بينهم أن بعضهم أصبح يقول هذا ليس كلام سحرة، هذا ليس ساحر، بعضهم يقول لا هو ساحر، وهكذا أصبح بينهم تفكك ونزاع، فتنازعوا أمرهم بينهم. ثم
جماعة منهم أخذوا يبثون في بينهم بقوة أنه ساحر وأسروا النجوى، أخذوا بشكل قوي يسرون النجوى في الجميع أنه ساحر وأسروا النجوى. ما هي النجوى التي أسروها؟ قالوا إن هذان، يعني هو موسى وهارون، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. رجعوا إلى قول مماثل لمن؟ لقول فرعون، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ فرجعوا. قد يكون لقنوا من فرعون أو من بعض أعوانه هذه الكلمة وقت النزاع، وقد يكون بعضهم اتفاقا توافق مع فرعون في هذه الكلمة، فقالوا هذه إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. هذه زيادة زادوها على الكلام الذي ورد عن فرعون، ويذهب بطريقتكم المثلى، أنتم طريقتكم أفضل طريقة وعملكم أحسن عمل، وأنتم خبراء في السحر وأهل تجارب وأهل رسوخ، وهذا يريد أن يسحب البساط من تحتكم ويذهب بطريقتكم المثلى. إذا ماذا نصنع؟ يتشاورون، اتفقوا على ماذا؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قر قرارهم واستقر أمرهم على هذا، أن يجمعوا كلمتهم وتكون كلمة واحدة، وأن يبدأوا في النزال صفا واحدا متكاتفين متعاونين. قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى، كأنهم يقولون لبعض اعلموا أن هذا اليوم له ما وراءه، فإياكم التخاذل، إياكم التواني، إياكم التكبر، اليوم هذا له ما وراءه، فلا تفوتوا على أنفسكم الفرصة، قد أفلح اليوم من استعلى. لاحظ هنا ملاحظة في أمر ربما يوجد في الساحر، أو ربما هو مطمع عنده، وهو أنه من خلال السحر ينشد ماذا؟ ينشد ماذا؟ فلاحا، ينشد فلاحا. ولهذا هم يقولون قد أفلح اليوم من استعلى، فإن غلبناه فنحن المفلحون، نحن أهل الفلاح، فلا تضيع على أنفسكم الفلاح. إذن هم عندهم ظنون وأوهام يعيشون فيها أنهم من وراء السحر يحصلون ماذا؟ يحصلون فلاح. وأرادوا أن يثبتوا أو أن يبرزوا ثباتهم، وأنهم مستعدين تماما للنزال، فبدأوا موسى قائلين له، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى. هذه الكلمة قالوها قاصدين منها ماذا؟ أن يظهروا أنهم اجتمعوا ومستعدين تماما للاستعداد، فإما أن تبدأ أنت يا موسى بإلقاء ما عندك، أو أننا نحن نبدأ بإلقاء ما عندنا. فماذا قال نبي الله؟ قال بل ألقوا، ابدأوا أنت. قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ألقوا، والذي جاءوا بالحبال وعصي، ولكن بتعاملهم بالسحر يستطيعون أن يخيلوا للحاضرين أن هذه العصي والحبال حيات ليست حيات حقيقية، وإنما حيات بماذا؟ بالتخيل والتصور، يعني من يراها يظنها فعلا أنها حيات حقيقية، وواقعها
أنها حبال وعصا، لكن من يراها يخيل إليه أنها تسعى. ولهذا قال العلماء السحر في اسمان، حقيقة وتخيل، فكان سحرهم هذا من سحر التخيل، فخيلوا للناس أن هذه الحبال والعصي حيات. وممن رآها بهذه الصورة نبي الله موسى عليه السلام، ولهذا قال رب العالمين فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخيفة التي أوجسها موسى عليه السلام في نفسه هي الخوف الطبيعي الذي يوجد في كل إنسان، يخاف من الحية، يخاف من العقرب، يخاف من النار، يخاف، هذا خوف طبيعي يوجد في كل إنسان، لكنه معه إيمانه، معه ثقته بالله، معه توكله على الله سبحانه وتعالى. وأيضا رب العالمين ثبته فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، تثبيت من الله سبحانه وتعالى لنبيه لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. في يمينه ماذا؟ في يمينه عقل، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعت، لا إله إلا الله، الله أكبر، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعت، ما الذي صنعوه؟ المكان المستوي المنبسط الممتلئ بالسحرة مليء بماذا؟ مليء بالحبال ومليء بالعصي، كم كبير وهائل جدا يملأ المكان من الحبال والعصي التي يخيل للناس أنها ماذا؟ أنها حيات تسعى. فرب العالمين قال له ألقي ما في يمينك تلقف ما صنع، كل الموجود في المكان ستلتقط. فنعم تخيل حقيقة، تلتقط حقيقة، تتحول العصا إلى حية حقيقية وتبتلئ كل ما تعبه، عصا في يده، عصا في يده يرميها في المكان فتتحول حية حقيقية، عصا صغيرة في يده يرميها في المكان وتتحول إلى حية حقيقية، وأيضا تبتلع كل ما جعبه ولا يرى له وجود، تبتلعه في جوفه. إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتحولت هذه العصا إلى حية حقيقية وابتلعت كل ما جعبه، السحرة منبهرين، كل الأجهزة والأدوات والعدة والأشياء التي جاءوا بها للمنازلة كلها انتهت، تذكر عصا موسى التي تحولت حية. والذي شاهدوا أمر آخر مختلف تماما عن ماذا؟ عن الذي يمارسون، أمر مختلف تماما عن الذي يمارسون، آية من آيات الله سبحانه. ورب العالمين أيضا أراد أن تكون هذه الآية أمام الجموع كلها حجة على الجميع، أمام الجموع كلها يوم العيد، الناس كلها مجتمعة. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا قضاء الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أينما توجه، أينما قصد، أينما حل، أينما نزل، أي شيء فعل، لا يفلح الساحر حيث أتى. سنعود إلى الآية لكن نكمل السياق. ولا يفلح الساحر حيث، ماذا حدث؟ ماذا حدث لما رأى السحرة هذا الأمر العجيب المهيب وهذه الآية البينة الواضحة الصادعة؟ ماذا حدث؟ قال رب العالمين فألقي السحرة سجدا، فألقي السحرة سجدا، كلهم من أولهم إلى آخرهم خروا سجدا لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
أعلنوها في المكان السوى المكان المنبسط، أعلنوها أمام فرعون وأمام وزرائه وأعوانه، أعلنوها صريحة مدوية، خروا سجود. ومنظر رآه فرعون أمام عينيه ووزراء من حوله، كل من جاءوا ومن أحضرهم ومن استعان بهم كلهم أمامه خروا سجدا لله وأعلنوها، قالوا آمنا برب هارون وموسى. لا إله إلا الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في أول النهار سحرة كفرة فجرة، وفي وسط النهار مؤمنين صالحين بررة. ليس ساحرا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة آلاف، وكلهم عن آخرهم أعلم فيه. وليس إيمانا على صرف أو على حرف، وإنما إيمان ماذا؟ راسخ. أول النهار سحرة، وسط النهار مؤمنين صالحين بررة. فماذا قال فرعون؟ أيضا ما يزال يعبث في عقول من حوله، مع أن الأمر أصبح في وضوح من أبين ما يكون، فما يزال يستخف بعقول الناس. فماذا قال؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم به، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي أن المعتاد يقول لهم المعتاد والمعروف أن أفعالكم عن ثوري، أفعالكم عن ثوري، لا تقومون بيد أمر لا تستشيروني وترجعون إليه هكذا مباشرة، تخرون سجدا وتعلنون الإيمان بدون استشارة وبدون رجوع إليه. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم. أيضا هذه ألقاها قاصدا ماذا؟ أن يستخف العوام الذين حوله. كبيركم الذي علمكم السحر، هل هذه الكلمة تنفق؟ هل هذه الكلمة تنفق؟ هل هذه الكلمة تروج؟ موسى جاء من مدين، وفرعون جمع السحرة من أنحاء شتى ومن أماكن بعيدة ومن مناطق مختلفة، والذين جمعوهم أعوانا، ثم يقول لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هو لم يرهم إلا في هذا المكان، ولم يجتمع بهم إلا في هذا الميدان، فيرمي هذه الكلمة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا أقطعن مهددا، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا أبقى. وستعرفون، يقول لهم من الذي عذابه أشد أبقى، أنا أم رب موسى وهارون؟ فيعلن لهم أن العذاب والعقوبة التي عنده هو أشد وأبقى من عذاب رب موسى وهارون. وسترون، يقول لهم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا التهديد لا يؤثر إطلاقا في القلوب المؤمنة، القلوب الصادقة، القلوب المقبلة على الله سبحانه وتعالى، لا يؤثر فيها أي تأثير. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على هذه الحجج الواضحة التي رأيناها والبينات الساطعات التي شاهدناها، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا وأوجدنا وخلقنا من العدم، فاقض ما أنت قاض، افعل ما بدأك، افعل ما شئت، فاقض ما أنت قاض. لكن ما هو قضاءه؟ وقضاء لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا
بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انتهى السياق المبارك المتعلق بهؤلاء بهذه الخاتمة المباركة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فأعلن الإيمان، أعلن التوحيد، صدعوا بالعقيدة والثقة بالله تبارك وتعالى، ولم يبالوا بتهديد فرعون وأعوانه، وطلبوا رضا الله، غفرانه، رحمته سبحانه وتعالى، وهم في تمام الإيمان والثقة به، والله خير وأبقى. وكما ذكر أهل العلم لم يأتي في القرآن ولم يأتي أيضا في الأحاديث الصحيحة أنه باشر أن فرعون باشر تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلال، ولم يأتي أيضا نفي ذلك. ومثل هذا ماذا نقول فيه؟ الله أعلم. مثل هذا لا نقول فيه إلا إذا كان فيه آية أو حديث، فلا ندري هل تم هذا الأمر أو لم يتم، لكن الله عز وجل أخبر عن إيمان هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نحن ينبغي أن نأخذ من هذه القصة فوائد جليلة وكثيرة جدا، منها هذه الفائدة العظيمة التي ينبغي أن تكون عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فوجب عليك أيها المسلم أن تعتقد اعتقادا راسخا وأن تؤمن إيمانا جازما بأن الساحر أينما توجه وأينما حل وأينما نزل وأي سحر فعل هو في كل أحواله لا يفلح. وأيضا هذا تأخذ منه فائدة عظيمة جدا أتمنى أن تنتبهوا لها جميعا، وهي إذا كان رب العالمين قضى أن الساحر لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى، فكيف يطلب الناس من جهته فلاحا؟ إذا كان هو لا يفلح أينما توجه لا يفلح، كل ما يمارسه مآله إلى الفشل والخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، لا يفلح الساحر حيث أتى، مهما كان سحره ومهما كان تعامله بالسحر ومهما كان تعلمه له ومهما كان عدد السحرة المتعاونين معه، لا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا كان هو في نفسه لا يفلح، كيف ينشد من جهته فلاح؟ وهنا تدرك المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة التي رزي بها كثير من الناس بالتوجه عند أدنى مشكلة أو أدنى مرض أو أدنى مصيبة إلى السحر، حتى أصبح في زماننا هذا التعامل مع السحرة يبث حيا على الهواء عبر بعض القنوات الفضائية، مع الساحر حيا على الهواء، وتتصل المرأة ويتصل الرجل ويتصل الصغير ويتصل الكبير ويقول أنا لي كذا وأنا حصل لي كذا، فعبر الهواء يقول ما اسم أمك وما اسم كذا وافعل كذا، ويعطيه من قناة السحرة وتعوذ في الدجالين عبر الهواء. لا حياء من الله ولا حياء من خلق الله سبحانه وتعالى. فالساحر نفسه لا يفلح، فكيف يطلب من جهته فلاحا؟ ولهذا كان من المناسب أن يكون عنوان الحديث عن السحر هذه الآية العظيمة وهذا القضاء المبارك الذي قضى به رب العالمين، وهو أن الساحر لا يفلح حيث أتى، وهو أمر يجب أن يعتقد أهل الإيمان وأن يكون أمرا راسخا في قلوبهم أن السحر لا يفلح. وإذا عرف المسلم ذلك فعليه أن يختصم بالله ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله سبحانه ويطلب منه مدده وعونه، حتى من ابتلي بسحر لا يحل له أن يذهب في طلب حله إلى ماذا؟ إلى ساحر، لعموم قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى.
لا يفلح الساحر حيث أتى، فلا يذهب إليه ولا يصار إليه ولا يتصل به ولا يذهب إلى مكانه أي حالة من الأحوال، بل يحذر غاية الحذر، يحذر هو ويحذر السحر نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر في مقدمتها السحر بعد الشرك بالله عز وجل. والسحر لا يكون ولا يصل إليه أرباطه إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى والشرك به سبحانه، ولا يمكن أن يكون الساحر ساحرا إلا إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. والساحر لا يكون ساحرا إلا بالشرك، وهذا أمر دلت عليه نصوص، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية تدل على أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بخطوتين لا بد منهما، وكل منهما كفر بالله. الخطوة الأولى يدل عليها قول الله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال العلماء: إن الإنسان كلما كان نبذه والعياذ بالله للقرآن أشد تقربا للشياطين وطلبا لرضاهم كانت مكانته في السحر أقوى. ولهذا يطلب لمن أراد أن يكون ساحرا، يطلب منه أن يمتهن القرآن، أن ينبذ القرآن وأن يمتهن القرآن. مثلا يطلب من بعضهم أن يكتب آيات القرآن الكريم بحيض النساء والعياذ بالله، أو يأتي بالقرآن ويضع عليه النجاسة، أو يضع القرآن والعياذ بالله بقدمه، أو يرمي القرآن في بيت الخلاء، أو غير ذلك من الأعمال الكفرية الموغلة في الكفر. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الخطوة الأولى، نبذ القرآن وامتهانه. ولهذا تجد في الغالب الأعم في طلاسم السحرة يكتب آية الكرسي مقلوبة، أو يكتب قل والله أحد مقلوبة، أو يكتبها مقطعة بشكل بشع، أو يكتبها ويكتب أمامها طلاسم أو أسماء شياطين، يكتب آية الكرسي وبينها أسماء الشياطين، أو يكتب آية الكرسي في ورقة ثم يدهنها بعذرة والعياذ بالله أو بذوب أو نحو ذلك. بمثل هذه الأعمال يتقرب الساحر إلى الشيطان فيكون عونا وعونا له على أعماله. هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية اتباع ما تتلوه الشياطين، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لاحظ هنا قال تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقول ابن كثير رحمه الله: عد الفعل تلا بحرف على لأنه ضمنه معنى الكذب، تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تكذبه الشياطين وتفتري على ملك سليمان. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن سليمان عليه السلام لما مات عمدت الشياطين إلى كتب السحر، كتب أوراق كتب فيها السحر، فجاءوا وحفروا تحت كرسية ودخلوها، ثم بعد وقت أوعزوا إلى بعض الناس أن يستخرجها من تحت كرسية، وقالوا إن هذه الكتب التي تحت كرسية هي التي كان يملك بها الأمور، وسخر له بها الشياطين، وسخرت له بها الدواب إلى آخره والطيور، فكانت تسمع كلامه تطيعه
لوجود هذه الكتب. وهذا كذب منهم مفترى، كذبهم رب العالمين، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، هذا كذب عليه، ولكن الشياطين كفر. قال الله عز وجل وما كفر سليمان، هذه الآية أو هذه التبرئة، هذه التبرئة لنبي الله سليمان من الكفر قالها الله عز وجل في سياق ماذا؟ في سياق اتهامه بالسحر، في سياق اتهامه بالسحر، فبرأه من السحر بقوله وما كفر سليمان، فماذا تستفيد من هذا؟ أن السحر كافر وما كفر سليمان. وهنا انتبه معي، هذا السياق المبارك كما أنه يدل على الخطوات التي من خلالها يصل الإنسان إلى السحر، فهو يدل على كفر الساحر من وجوه عديدة تصل إلى 7 وجوه، وإن شئتم نعدها سويا. الوجه الأول في هذا السياق المبارك في الدلالة على كفر الساحر في قوله تبارك وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ونبذ الكتاب وراء الظهر ما هو كفر. الوجه الثاني في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتباع الشياطين عبادة لها وطاعة، هذا كفر، يا أبتي لا تعبد الشيطان، فهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث تبرئة الله سبحانه وتعالى من نبيه سليمان من السحر بقوله وما كفر سليمان، فهذا وجه ثالث يدل على كفر الساحر. الوجه الرابع في قوله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقرنا وصفهم بالكفر بتعليمهم للناس السحر، فدل ذلك على أن تعليمهم للناس السحر هو من الكفر الذي هم عليه ويمارسون. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني الملكان، هذه فتنة وابتلاء وامتحان من رب العالمين، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا الوجه الخامس في الدلالة على أن الساحر يكفر فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا وجه سابع في الدلالة على كفره، أي أن الساحر ليس له حظ ولا نصيب يوم القيامة. الوجه السابع في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا لا يقال في حق المؤمن. فهذه وجوه 7 في هذا السياق العظيم المبارك تدل على كفر الساحر، وأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قصة وصفها بأنها عجيبة، وقال إسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنها. ذكرت عائشة أن امرأة جاءت من دومة الجنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها وصلت المدينة بعد وفاته، يعني بأيام قليلة. فلما وصلت المدينة وعلمت أنه قد مات حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء مرا، فأخذت تبكي وتكلمت مع عائشة بخبرها وذكرت لها قصتها. وقصة تجدونها في تفسير ابن كثير. قالت المرأة ما معناه وملخصه أنها فقدت زوجها، غاب عنها زوجها وكانت محبة له ففقدته، وذهبت إلى امرأة عجوز وقالت إني فقدت زوجي أريد أن تساعديني في حل لعودته. قالت أرشدك إلى أمر تفعلينه ولا تعصينني فيه، ولك علي أن يأتي زوجي.
وكانت محبة لها، قالت ما أقول، فوعدتها في وقت وأتت بكلبيه أسودين، فركبت أحدهما وركبت المرأة الآخر، وإذا بهما في لحظات في بابل، وكان هما في دومة الجلدة، فإذا بهما في لحظات في بابل، وإذا برجلين معلقين بقدميهما، فقال ما لأي شيء جئتما؟ فقالوا جئنا نتعلم السحر، فقال إنما نحن فتنة فلا تكفر، قالوا لها إنما نحن فتنة فلا تكفر، قالت أنا أريد أن أتعلم السحر، فقال لها اذهبي إلى هذا إلى ذاك التنور وبولي فيه، حدد لها التنور وأمرها بأن تبول فيه، فذهبت إلى التنور فاقشعرت ورجعت إليهما وقال لها بولت فيه؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيء. قالوا كذبتي لم تبول، ارجعي إلى 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 بلدك ولا تكفري. قالت أريد أن أتعلم. قال لها اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه، فذهبت وأيضا اقشعرت ورجعت وقالت بولت. قالوا ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالوا كذبت، ارجع إلى بلدك ولا تكفري، ارجع إلى بلدك ولا تكفر. قالت أريد أن أتعلم السحر، تريد زوجها، حبها الشديد لزوجها أعماها وجعلها ملحة في البحث عن وسيلة لطلب زوجها، فلا تكفر. قالت أريد أن أتعلم السحر. قالوا اذهبي وبولي في التنور، فذهبت إلى التنور وبالت، ولما بالت في التنور وجدت أو شعرت بأنه خرج منها فارس وطار في الهواء وذهب في السماء وهي ترى، فرجعت إليهم قالت قلت فيه. قالوا ماذا رأيت؟ قالت رأيت فارسا على خيل ونحو ذلك طار، خرج مني وطار في السماء. قالوا نعم، هذا إيمانك قد خرج، هذا إيمانك قد خرج. لا يكون الساحر ساحرا إلا بماذا؟ بالكفر، ارجع إلى بلدك ولا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقالت للعجوز التي معها ما حصل لي شيئا؟ فقالت لها خذي هذا الخمش ترميه ومشي. قالت لها قولي له انبت فنبت. قالت لها قولي له احقل فحقل. قالت له قولي له ايبت فيبت. قالت له قولي اطحن فطحن. قالت له اخبز فخبز. وجدت انها تامر وترى امامها يحصل الشيء الذي تريد. عندئذ تألمت ألما شديدا وحزنت حزنا عظيما لحالها أنها وصلت إلى هذه المرحلة، هذه المرحلة. فجاءت إلى المدينة تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد تعرض عليه حالتها، تريد تعرض عليه أمرها، وجدت وقد مات وأخذت تبكي، تريد حل، إيمانها مشى خرج وأصبحت في هذه الحال وبقيت في مصيبة انتزاع الإيمان وهي تريد إيمانها. فأخذت تستفتي الصحابة، كل ما استفتت واحدا منهم أحالها للآخر، أحالها للآخر، أخذوا يتدافعون أمره، كل واحد يرسلها للثاني. قال ابن عباس أو بعض من عنده إن كان لك أبوين الشيء، كأنه يريد أن يفتيها ببر الوالدين سبحان الله، وأن بر الوالدين من القربات العظيمة المباركة التي يصلح بها حال الإنسان إذا عظم عناية بهذا الباب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ألك إن كان لك أبوين أفديتك؟ قال هشام أحد رواة الحديث قال لو كانت جاءت في زماننا لوجدت الكثير من اللوكة من يفتيها، يعني بسرعة الفتوى حاضر يسارعون من فتوى، والصحابة كانوا يتدافعون أمرها كل واحد يحيلها للثاني. فهذه من القصص، وذكرها ابن كثير رحمه الله وقال إسنادها جيد إلى حال. وأنا مرة
جمعني مجلس لبعض الناس من دولة أفريقية وشرحت لهم كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنهم فهموا التوحيد وفهموا العقيدة، وأخذت أذكر من خلال ذلك تحذيرا من السحرة وأحوالهم إلى غير ذلك. فقال أحد الحاضرين أريد أن أذكر لك قصة حصلت لي أنا، يقول من هؤلاء الذين درسوا علي الكتاب، حصلت لي، يقول لا أقول لك حدث بها وإنما حصلت لي أنا شخصيا، ولهذا ترون القصة عني مباشرة عن صاحب القصة، يعني عني مباشرة عن صاحب القصة. يقول كان لي جار أعرفه، لم يرث من قريب له مالا، وليس صاحب تجارة، وليس يعني صاحب حرفة، ولكن دائما عنده أموال، عنده أموال، وكنت أحتاج أحيانا المال وأذهب إليه أعطيه. مرة أتيت وقلت يا فلان أنا جار وتعلم حالي، تعلم ضعفي، تعرف فقري، تعرف حاجتي، وأنا دائما تحت سادتك أموال، ف يعني من الجيرة دلني على طريقها أكون مثلك، دلني على طريقها أكون مثلك. قال أنا مستعد أن أدلك على طريقة تكون مثلي، ولكن لا أشترط عليك، لا أطلب منك أمرا إلا وماذا إلا وتفعل بدون تردد. العجوز صاحبة المرأة التي في دومة الجندل قالت لها ماذا؟ لا تعطيني، أطلب منك شيء، تقول مستعدة، قالت مستعدة. فقال له أنا أطلب منك ولكن أي شيء أطلب مستعد، قال أنا مستعد. قال أنا وقتها طمعان في المال، تلك طمعانة في زوجها، الطمع الدنيوي في الغالب يسوق، فهذا طمعان في مال ويرى أموال عند صاحبه، فقال لا. يقول فقال لي تذهب في الوقت الفلاني، خذ مغيب الشمس، تغرب الشمس في ماذا؟ بين قرني الشيطان. قال تذهب عند البحر على شاطئ البحر وقرص الشمس يغرب، ولما يقترب من الغروب تنادي بهذا الاسم. هو سمالي أنا الاسم الذي علمه إياه ونسيته والله الحمد. فقال تنادي بهذا الاسم، لما تريد تغرب تقف أمام البحر والشمس أمامك وتنادي بهذا الاسم، تصيح بصوت عالي بهذا الاسم تناديه. يقول إذا ناديته بصوت مرات ستجد أن البحر ينشق ويخرج منه حيوان يشق الماء، شكله مفزع مخيف، لا تخاف، وسيناديك باسمك وسيطلب منك بعض الطلبات، أي شيء يطلب منك قل له نعم حاضر. يقول فذهبت إلى شاطئ البحر عند الغروب، ولما أوشكت الغروب أخذت أنادي بذاك الاسم. يقول ناديت كم مرة بصوت وفعلا انشق البحر، ورأيت دابة تخرج ولها شعر موسط الماء وتقترب إليه، قال يا فلان، قلت نعم، قال نريد أطلب من طلبات، قال حاضر. يقول من رحمة الله بي أن أول طلب مني كان في أمر عشت محبا له، عشت ما يعني ما أساوم عليه. يقول من رحمة الله علي أن أول طلب مني في شيء نسأت عليه ولا أفكر أبدا أنني أساوم عليه. قال يا فلان، قلت نعم، قال لا تصلي. قلت يا زول الصلاة ما دائرة ركعة. هذه عبارة صحيح، ما نشارك الصلاة. يقول فلما قلت هذه الكلمة صاح بصوت وأعطاني قفا وذهب،
اختفى. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمصلي إذا كان محافظا على الصلاة ولا يساوم فيها، من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول فرجعت بعد وقت تركت صاحبي وعرفت أن هذا طريق ظلمة. يقول فيوم مريت رآني نادان وشتمني بشتم مقزع وكلام بذيء، قال انت ايش فعلت بي؟ كانهم جاءوا اليه واعتدوا عليه وقالوا كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع، كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع. يقول فرحمني الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان الساحر لا يصل الى السحر الا عبر خطوات، ولا يكون ساحرا الا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. اذا علمت هذه الحقيقه وعلمنا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى، هذا يا اخوان والله وحده يكفي لقطع الصله باي ساحر كان وعدم الاتصال باي ساحر كان مهما كان الامر ومهما كانت الحال، حتى لو كان الانسان يريد ان يذهب اليه لحل سحره. فعموم قول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى يدل على هذا المعنى. الموضوع الحديث في هذا الموضوع حديث له جوانب عديدة وأطراف متنوعة، ولعل فيما سمعناه شيء من البيان لهذا الأمر أو لبعض الحقائق في هذا الموضوع تنفعنا بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك أيها الإخوة أمور مرتبط بعضها ببعض تشير إليها تنبيها وتحذيرا. الجهل عندما يفشو في الناس وتقل البصيرة في الدين تكثر المعاصي، وعندما تكثر المعاصي تكثر أيضا الأمراض، لأن المعاصي تؤثر على الأبدان، تؤثر على القلوب، تؤثر على الأموال، تؤثر على المجتمعات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. وإذا وجدت الأمراض وجد التطبب وكثر، وإذا وجد التطبب انتشر في هذه الأجواء السحرة، وكثيرا ما يخترق السحرة المجتمعات بزعم منهم لعلاج الأمراض والأسقام وحل المشكلات والمصائب. وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. من قال عنه رب العالمين لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى، كيف يرتجى من جهته صحة أو عافية أو غنى أو صلاح أمر أو زوال مشكلة أو غير ذلك من الأمور؟ لا يمكن أن ينال من جهة من هذا صفته ومن هذا شأنه مثل هذا، بل من يتصل بهؤلاء ويتواصل معهم ويستعين بهم ويلتجئ إليهم لا يزداد إلا سقما إلى سقمه وضعفا إلى ضعفه ووهنا إلى وهنه، وأنه كان رجالا من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا ينال إلا هذه الحقيقة. ولهذا نحن جميعا بحاجة إلى العلم النافع، بحاجة إلى العمل الصالح، بحاجة إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى البعد عن المعاصي والذنوب، بحاجة إلى التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ وحسن الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والبعد عما يسخط الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة الأمر. خلاصة الأمر أننا نحتاج إلى رجوع صادق إلى الله سبحانه وتعالى وإيمان به وحسن ثقة به وتوكل عليه جل وعلا وقيام بطاعته وبعد عن معاصيه. ومن يعتصم بالله
فقد هدي إلى صراط مستقيم. وختاما أتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لرضاه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين. ونسأله تبارك وتعالى من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسأله تبارك وتعالى من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم جل وعلا، ونستغفره تبارك وتعالى من ذنوبنا، ونسأله جل وعلا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته وموجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يكتب لنا التوبة أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، ونحمد الله عز وجل الذي جمعنا هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد، نرجو باجتماعنا هذا طاعة ربنا ونيل رضوانه سبحانه وتعالى، فنسأله أن يغفر لنا وأن يهدينا إلى كل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. والاتصال بالسحرة يشمل بالسحرة أو الكهنة يشمل من ذهب إليهم أو من اتصل بهم عبر وسائل الاتصال الحديثة. وهنا لا بد أن نشير أن وسائل الاتصال الحديثة تعد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا، الهاتف النقال أو التلفون الذي في المنزل الثالث، هذه نعمة من نعم الله علينا، وتيسرت لنا بفضل الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة ومصالح عديدة وخيرات متعددة بهذه النعمة التي يسرها لنا وهي هذه الوسائل للاتصال. أيكون من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن تستعمل وسيلة للاتصال بساحر أو كاهن أو عراف؟ فالاتصال بهم المباشر بالذهاب إليهم أو الاتصال بهم عبر هذه الوسائل النتيجة واحدة، النتيجة واحدة والمؤدى واحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد سفر بما أنزل على محمد. لو اتصل به عبر الهواء من خلال الهاتف وسأله وصدقه بما يأمر به أو بما يدعوه إليه أو بما يخبر به من المغيبات، فالنتيجة واحدة، سواء ذهب إليه مباشرة أو تحادث معه عبر الهواء. هل لا يقع عنه
لا يتعامل الإنسان مع الجن، لا يتعامل معهم، وباب التعامل مع الجن باب شر على الإنسان، ويفتح عليه أبواب من السرور، وكم من المفاسد والأضرار والأخطار التي فسد في الناس بسبب التعامل مع الجن وتصديقهم فيما يقولون، وكم من الإشكالات التي نسبت ووجدت بين أسر بسبب امتثال هذا التعامل. فهذا باب لا يطرقه المسلم، ولو لم يكن فيه إلا قاعدة الشريعة سد الذرائع لكان كافيا في المنع من ذلك، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وحذيفة بن اليمان رأى في رجل يد خير فقطعه وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسعيد بن جبير رحمه الله يقول: من قطع تميمة كان كعجل رقبة، كأنه أعتق رقبة. وفعلا إذا خلص الإنسان غيره من تميمة فهو كعجل رقبة، بل أفضل، لأنك إن أعتقت شخصا من الرق أنقذته من ماذا؟ من الرق. ولكن إذا خلصته من السميمة خلصته من السب، وتخليص الإنسان من السب أفضل من تخليصه من الذكر. وينبغي على من رأى السميمة أن يناصح صاحبها ويحذره، وإذا كان عنده سلطة وبيده سلطة على نزعها وقطعها يقطعها، أو إذا لم يكن لديه شيء من ذلك فإنه يناصحه ويحذره ويبين له الدلائل والنصوص الواضحة في هذا الباب من القرآن ومن السنة. نعم. لا يحل السحر بسحر، وهذه تسمى النسرة، والنسرة هي حل السحر المسحور. قد ذكر ابن القيم أن للناس فيها طريقتين: الطريقة الأولى حل السحر بالقرآن والأذكار المشروعة، وهذا جائز، والطريقة الثانية حله بسحر مثله، وهذا لا يحل ولا يجوز. والذهاب للساحر بيع للدين، الذهاب للساحر بيع للدين. وبالمناسبة هناك رسالة قيمة جدا صغيرة الحجم كبيرة النفع عنوانها بائع دين، للشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، أوصي بقراءتها والاستفادة منها. بائع دينه تحدث فيها حفظه الله عن هذه المسائل وأوضح جوانبها باختصار نافع ومفيد جدا. النصيحة واحدة فقط: اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن التجاءه إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن صلته بالله ويقبل إقبالا صادقا على الله، ويجعل هذا الابتلاء الذي حصل له سببا لرجوعه وأوبته إلى الله وحسن عبادة الله بالذكر والقرآن والدعاء وتلاوة القرآن والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وليحذر أشد الحذر
أن يجمع على نفسه بين مصيبتين، مصيبة السحر الذي ابتلي به ومصيبة بيع الدين بالذهاب إلى السحر. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرد على مثل هذه الشبهة ما مضى من بيان في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيه كفاية، لو لم يكن في هذا إلا قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى لكان في ذلك كفاية، لو لم يكن في هذا إلا هذه الآية لكان فيه كفاية. وكون الإنسان يحصل له شيء من الانتفاع، مثل أن يقدر الله سبحانه وتعالى زوال المرض مثلا، أو حصول غنى، أو زوال اسكان، ليس هذا دليلا على ماذا؟ على صحة الأمر، لأنه قد يكون هذا الأمر استدراج له أو استدراج لغيره. فالعبرة ليست بحصول النتيجة، وإنما العبرة بصحة الأمر وسلامة الطريقة. فالطريقة من حيث هي، هل هي مشروعة أو لا؟ لا ننظر إلى النتيجة التي حصلت، قد تحصل نتيجة يطلبها الإنسان ويريدها على وجه الاستدراج، يعني قد يذهب إليهم ويتعامل معهم ويحصل مالا مثلا، فهل تحصيل المال دليل على صحة طريقتهم؟ وقد قالوا له تترك الصلاة، هل هذا دليل؟ ليس دليل، وإنما الدليل ليس بحصول النتيجة التي يطلبها الإنسان، بل الدليل هو سلامة الطريقة. فهل الطريقة سليمة؟ الجواب لا. ونختم بقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.